بيع بيعة كمان عم تتأثر معك. انت كنت حابب تملك او تبيع، واكتر شيء اذا واحد حابب يملك دايما نقول اسم اسماء الله، يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك، بتعتدها كل يوم كذا مرة وانت عم تفتش على البيت، وان شاء الله بتلاقي احسن بيت باذن الله. اذا مش يعني بالاسابيع اللي جاي، بس انا عم بعطيك لهالاسبوع، يمكن ساعتها هالاسبوع ان شاء الله الله بيسمع الدعاء. ودايما نقول يا سريع يا مجيب، اذا بدك لما بتدعي يا مالك الملك وبتدعي دعوتك، بعدين تقول يا سريع يا مجيب قد ما بدك. ايضا لمولود برج الثور، كثير عندك خوف، كثير عندك قلة احتمال الاخرين، عندك اشخاص عم بيحاولوا يأذوك يقهروك، بدك كنت تحس حالك انه تواجه مواقف، عم تواجه مواقف ممكن هالفترة هالاسبوع، ممكن تواجه حتى مواقف مع رؤسائك بالعمل وهيك. دايما تقول المتين يا متين يا متين يا متين، هيك بتتمكن انت وتتمسك يعني بالحبل المتين، مثل ما بيقولوا الحبل المتين المتين، يعني كتير متين هيدا، كتير فيك تقول يا قوي. ايضا انا عم بعطيك اختيارين، انت شو بتحب من الاسماء، فيك تقول يا قوي يا متين، يا قوي يا متين كمان، او القوي المتين. يعني في ناس بتنادوا بالياء المنادات، واذا بدك بألف لام اللي هو اسم الاسم اسماء الله الحسنى. مولود الجوزاء كتير عم يقهروك، وكتير ممكن تحس بالناس عم يتقهرك هالاسبوع، ولو انه سمعت توقعاتك يعني لا بأس بها، بس في ناس عم بيحاولوا يأذوك يقهروك وهيك، دايما تقول يا قهار او يا قاهر يا قهار يا قاهر، فربنا بتوليهم. بالنسبة لمولود السرطان، كمان عندك ممكن كمان تتعرض لمشاكل، سواء بحياتك العائلية، بحياتك العملية، بحياتك بس مع الزملاء، اي شيء تقول الولي يا ولي، يعني هو بيتولى امرك الولي. وفيك دايما تدعي ومن يتوكل على الله، دايما تتكل على الله فانه هو القهار. مثلا اتكل على رب العالمين، فيك تقول يا قاهر يا قهار، وفيك تقول ايضا تقرا هيك الايه ومن يتوكل على الله فهو، يعني ساعتها بتقول القوي المتين، بتلاقي اللي بدك اياه. بالنسبة لمولود الاسد، حسبنا الله ونعم الوكيل، انت من الاشخاص اللي بتاكل حقك كتير مولود الاسد، وكتير بحاربوك بشغلك، وكتير بحاربوك بحياتك الاجتماعية. اذا كنت من اشخاص من المراكز العالية، كتير بحاولوا يشيلوك من مركزك. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني وكل امرك لله وهو نعم الوكيل، بياخذ لك بحقك، وان شاء الله بيبعد عنك السيئات. ودائما تقول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهيدي كمان اعطيتك ايه تقراها تدعي فيها قد ما فيك مولود الاسد. بالنسبه لمولود العذراء، كثير امورك مسكره الماديه والعملية، وإذا حاسس حتى أمورك النفسية مش مرتاحة، تقول يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ما في رب العالمين، هو الإكرام، هو الجلال، هو الإكرام. فتنادي فيها هذا الأسبوع، وإن شاء الله أمورك كلها بتتغير، سواء حتى النفسية، حتى الكآبة، حتى أي شيء أنت عم تحس فيه عم يمر عليك مش مرتاح. بالنسبة لمولود الميزان البصير، يعني حتى ربنا يكشف بصيرتك على اشخاص انت يعني غافي عنها او مفتكرها منيح، او واللي عنده ضعف نظر من مواليد الميزان كمان دو يقول يا بصير، البصير هو الله، هو البصير. وايضا في ايات كمان بتقول فرددناه الى امه كي تقر عينها، هذه كتير مهمه تقراها. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، هاي لمواليد، لكل المواليد، أنا عم بعطي هذه الآيات لكل المواليد. في كمان كل المواليد اللي عم بيسمعوا الأسماء الله الحسنى
كمان لشو فيكم كمان ترددوها يعني. أيضا بالنسبة لمولود سنة مولود العقرب، مولود العقرب الرؤوف، حتى تترقى في الرحمة عند من رب العالمين لإلك، ويكون كل شيء فيه رأفة ورحمة من الله، لأنه الناس اللي حواليك أعدائك كتار، وما حب ما وين في أسية عليك بيحاولوا يأذوك فيها. مولود العقرب، إنما مولود القوس دايما تقول يا حنان، كمان يا حنان يا منان. هالأسبوع إن شاء الله الله بيمن عليك بالصحة، اللي عنده مشاكل صحية من مواليد القوس، اللي عنده مشاكل عاطفية كمان هو بحن عليك، كمان هو الحنان المنان بيمن عليك كمان بالخير، وبصير في المصالحة بينك وبين الشريك، أو بينك وبين الصديق، بينك وبين الحبيب. بالنسبة لمولود الجدي اللي عنده كتير كمان أعداء، وخاصة حدا عم بيحاول هلا يتعدى على أمورك العملية، تقول يا مانع اسمه الله. إذا من الستات حدا مزوجي من مواليد الجدي، عم بيحاولوا يتسلطوا على بيتك، على الشخص زوجك، على شريك حياتك، تقولي يا مانع. إذا الوحدة زوجة بده يتزوج عليها كمان تقولي يا مانع. وأيضا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم بما لا تعلمون. كمان كتير مواليد الجد اللي عندهم هلا كتير زعل وحزن. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا الدعاء النبي يعقوب عليه السلام لما كان حزين وبيضت عيناه من الحزن، فكان قد فكان صار يعني فصار أعمى، عرفت كيف؟ وبيضت عيناه من الحزن على النبي يوسف عليه السلام. فكل المولود فيكم اللي عنده حزن كمان دايما نقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بالنسبة لمولود الدلو العفو، دايما تقول العفو أو يعفو، أو كمان الغفار يا غفار. إذا أنت حاسس حالك مذنب بشي، ضايقت حدا، قصرت تجاه الآخرين، قصرت تجاه أولادك، تجاه أي شخص كان، قصرت تجاه رب العالمين، قصرت مع نفسك، فدايما تقول يا عفو ويا غفور، فإن الله هو العفو والغفور. بالنسبة لمولود الدلو، أيضا كمان فيك تقول يا معيد، إذا عندك حدا برا بعيد عنك، يا معيد فيك تقولها 70 مرة على زوايا البيت، يا معيد 70 مرة. بالنسبة لمولود الحوت، أهم شيء تنادي باسم من أسماء الله، أول اسم هو الله، فتنادي باسم يا الله قد ما فيك، لو 100 مرة هالأسبوع كل يوم تسبح فيها كل يوم يا الله، لأنه إذا عندك دقيقة ميل بوابة مسكرة بينفتح الفرج إن شاء الله عليك قريبا. هلا بالنسبة لأشخاص كتير بيضل عندهم صعوبات، عرائيل، الأمور مش عم تمشي معاهم، أكيد هلا ربنا بيريد الخير، بيريد الرزق، يمكن كمان أحيانا بسكر على رزق تيفتح له شيء أكبر. فمشان هيك في ناس بيتركوا من شغلهم بيقولوا يا ربي ليش عملت فيي هيك، أو ليش صار، ليش هيك طلعت، أو هيك. بتعرف إنه في كتير ظلام بالدنيا وفي كتير مظالم بالدنيا، فدايما أنتوا لو بالشغل دايما اذكروا أسماء الله اللي هي الغفور، العفو، الغني، المغني، الرزاق، الرازق، يا كافي، يا شافي، يا معافي، يا عليم، يعني هو الذي يعلم بالصدور. هذه بعض الأسماء، يعني لو ما أخذتوها كلها خذ البعض منها ورددوها، احفظوا كم اسم من أسماء الله وقولوها بالشغل. هيك الواحد أول شيء إذا سكر مع إذا كان مسكر الرزق وبيفتح، ونطلعوه غدر بيلاقي بسرعة، وإن شاء الله بهذه الأسماء الله الحسنى ما بيقدروا يغدروا فيكم ولا يطلعوكم. وأهم شيء هذا الاسم من أسماء الله
رجع بقول الاسبوع الماضي قلت يا حنان يا منان ركزت عليه، وهذا الاسبوع كمان بركز عليه يا حنان يا منان، لانه الواحد يمسك تراب فعلا بيصير ذهب، وهذا اذا بتقولوها على وقت طويل على ايام طويله توصل للنتيجه اللي انتو بتكون اياها، وانتو بتتفاجئوا باشياء انتو يمكن مش عاملين لها حساب. ودائما اللهم ارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب. للي كمان عنده حدا مسجون بسجن مظلوم، فكمان هيدي النبي يوسف عليه السلام لما دخل السجن كان دايما يقولها. فيكم تقروا له صورة يوسف، انا بعطي معلومات زيادة بعد يعني عامة لكل الناس. فيكم تقروا صورة يوسف اذا واحد فات ظلم على الشغل على الحبس او حبسوه او سجنوه باي طريقة، يعني سجن لحتى ربنا يسرع فرجه. دايما تقروا تسمع سورة يوسف أو تقروها، وأيضا اللهم ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. أيضا فيكن إذا الواحد عنده خوف كتير 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 ومسيطر عليه الخوف تقولوا يا جامع، تقولوها بدون عدد. هلا دايما بقولوا عددها هي 252 مرة، فيكن تقولوها بدون عدد وفيكن تقولوها على العدد يا جامع. قبل النوم كمان اللي حابب يبصر بالمنام فيكن تقولوا يا بصير البصير، وايضا يا نور. بتصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وبتنام تقولوا يا بصير ويا نور، واذا هيك على نية الله بتقولوا يا بصير ويا نور، فان شاء الله بتصير امور ما انتو بدكن. اللي دايما عنده خوف في آية كتير مهمة لأم يوسف عليه أم النبي يوسف على أم النبي موسى عليه السلام.